السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال لو أنا عندي بعض الحوائط فيها فاير ريتنج وأنا عايز أديها لون مميز. مثلا الحوائط ديت أهي، ممكن أجي هنا إيديت تايب، هلاقي هنا إن في فاير ريتنج، تمام. ممكن أديها أي رقم. طيب أنا هعمل دوبليكيت، والنوع دوت هقول له ده الفاير ريتنج مثلا 2 أور مثلا، تمام. أوكي، ايه ده لونه ما اتغيرش؟ اه ما اكيد ما اتغيرش لان احنا لسه ما عملناش حاجه يعني. هخش في بي واخش على الفلتر واقول له ان انا عايز اضيف فلتر edit new واسميه fire rating. اوكي، واقول له ان ده هيأثر على الوول، تمام. الوول دي لازم يكون فيه خاصيه اللي هي الفاير ريتنج بتساوي، انا بص على القيمة 2 اتشار. اوكي فاير ريتنج. اوكي هنا هقول له ان ده في القط هياخد اللون الاحمر بالشكل دوت، واقول له اوكي، هلاقي انها خدت اللون الاحمر. طبعا انت ممكن تقول له الباترن مثلا عايزين ندي له لون، لون احمر مثلا كمثال.